لايف. السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم وامكم على خير. نتمنى ان شاء الله هذا اللايف يلقاكم وانتم في احسن الحال والاحوال. مرحبا بكم، لايف جديد مباشره من محل صحراوي بسوق القريعه. الوغ بالنسبه للناس اللي اول مره كيطلع اليوم اللايف ديالنا، احنا محل خاص ببيع الاواني المنزليه، اكسسوارات المطبخ والحمام. عندنا بزاف ديال لي تروك ديال الديكوراسيون، شوشيه زوينين تبارك الله ما شاء الله، اللي كنتمنوا انها تلقى الاستحسان ديالكم. والناس اللي ديجا تعاملوا معنا كل يوم في ديال المحل الصحراوي، كنبغي نشكروا بزاف بهذه المناسبه. شكرا على لي جيم ديالكم، البارطاج ديالكم، لي كومونتير الزوينه اللي كتحفزنا دائما باش نبقاو نقلبوا على الجديد. والناس اللي تعاملوا معنا واخا ما عمرهم شافونا، كنقول لكم شكرا بزاف وشكرا على الثقه ديالكم. الوغ باش ما نطولش عليكم في هذا اللايف، هذا واحد اللايف استثنائي، فيه واحد لاغيفاج اللهم بارك ما شاء الله، كيف ما عودناكم دائما محل الصحراوي كتكون فيه الحصريه يعني بالجديد. الكودكور هذه المره ومحبوبه الجماهير تعود من جديد، قرعه ديال الزيت باشكال مختلفه وحتى الاحجام يعني كاينين القياسات فيها. فوالا كنحاول نعطيكم غير واحد الصوره خلاوها من الفوق على لي زارتيكل بلوتو اللي جاو في هذا لاغيفاج. هذا كاين حتى هاد 3 بياس بالشكيلات ديالو، القرعه اللي كنقولوها القرعه المعفره توفرات من جديد، يعني تبارك الله فيها لا كونتيتي حاليا. وكاين تبارك الله كاين ما يتشاف، كاين لي بلاطو هادو ديال المرايا المرخمين. خليكم معايا في هاد اللايف باش تعرفوا الديتاي ديال كل حاجه، ونوريكم لي زارتيكل اللي بقات فيهم يعني كيلكو بيس، هما غنلونسيهم لكم باش اللي بغاهم مرحبا. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على التوصيل، فاحنا راه كنديروا التوصيل في جميع المدن ديال المملكه، فيما كنتو يعني لا كوموند كتوصل حتى لعندكم حتى لباب الدار، يعني هذا كتخلصوها، ماشي كتقدروا تفاسونا الفلوس من الاول. مع العلم ان كاينين بزاف ديال الناس اللي كيتيقوا فينا وكيتعاملوا معنا يعني سنين واعوام، كيفيرسيونا الفلوس قبل ما يعني قبل ما كتوصلوا لا كوموند. الحمد لله الثقه متبادله بيناتنا، لا لي حشمنا، هادشي اللي كنقولوا. بالنسبه للرقم الخاص بلي كوموند هو هذا، غنخليه لكم ديال شيماء، يعني الناس اللي بغاو يدوزوا لا كوموند ماشي في كازا، ولا حتى الناس ديال كازا اللي ما كيقدروش يديبلاصاو لعندنا، كاين الرقم ديال شيماء 06 98 13 85 04. هذا هو الرقم الوحيد الخاص بلي كوموند حاليا. والناس اللي هكا في كازا وبغاو يجيو المحل، حنا راه كاينين في سوق القريعه. فوالا هيا لا كارت فيزيت اللي بغى يدير سكرين، الزنقه العريضه ديال مالين الزرابي ومالين النحاس، اللي سولتو على محل الصحراوي راه غينعت لكم المحل، الرقم 208 فوالا. اولا تواصلوا معنا مباشره في الارقام باش نقدروا هكا نعتو لكم المحل ونصيفط لكم اللوكاليزاسيون. غنرجعوا للقراعي من بعد ان شاء الله. بغيت نوريكم هنا غير هاد الديكورات اللي ديجا كنا خدمنا فيهم وعاودنا ما شاء الله، دائما كنلقاو الاقبال ديال الزبناء ديالنا. كاينه هاد المباخره ديال الايد، هادو راه ما بقاتش فيهم لا كونتيتي بزاف صراحه، يعني غير باش نكون صريحه معكم، هادشي اللي كتشوفوه هنا تقريبا هو اللي كاين، فاللي بغاه يحاول ما امكن يستافد منه. محدو كاين المباخره ديال الايد كاينه عندنا متوفره، كاينه هاد البعويضه اللي كتجي هكا اون بورسولين، هادو كيجيو ديكورات زوينين لا بالنسبه لا كويزين لا بالنسبه هكا شي طابل باس ولا شي سيجور. كاينه هاد التفيفيحه هادي، هاد الديكورات راه الثمن الثمنه ديالهم تيكونوا مناسبه، كيبداو تقريبا من 30 درهم وانتم طالعين على حساب الموديل. كاين هاد العصفور هذا كيجي من هاد ديكور، منها كنقدروا نديروا هكا مباخره. الناس اللي كيتفرجوا في اللايف كنقول لكم مرحبا بكم، شكرا على التتبع ديالكم، حاولوا تبارطاجيو هاد اللايف مع صحابكم والناس اللي انتريسي بهذا الشيء ديال لا ديكوراسيون هكا باش تعم الفائده ان شاء الله. كاينه اوسي هاد المبيخره هادي اللي كنا لونسيناها، بقاو فيها غير هاد لي بياس اللي كتشوفوا، كنا درناها في المولد النبوي. المبيخرات عندنا تبارك الله اشكال وانواع. فوالا كاينه هادي اللي كتجي هكا على شكل ورده، كنا لونسينا واحد الباك اللي كنلقى واحد الاستحسان كثير عند الناس وشدينا فيه لي كومون تبارك الله ما شاء الله. ما عرفتش واش باقي فيه شي حاجه ولا لا. كاينه هاد البيخره هادي اللي كتجي هكا اف كريستال، كيجي الشكل ديالها زوين، فيها هاد الموديل هذا اللي كيجي هكا داير، وفيها حتى واحد الموديل اخر انا غنوريه لكم. اي واحد عجبته شي حاجه يحاول يدير ليها سكرين هكا ويتواصل معنا مباشره في الرقم ديال شيماء ديال الواتساب هكا باش اللي بغى يدوز لا كوموند ديالو. حاجه اخرى غنوريكم هما هاد الغزالات هادو اللي كيمشيو هكا ديو، الكبيره والصغيره ديالها، وكاينه هاد الغزاله اللي كتمشي غير وحيده هكا وتقدروا تاخذوا فيها العدد اللي بغيتوا. فوالا هاد الديكورات انا درت عليهم غير مورا الكرام، حيت دائما يعني كندوزهم بالديتاي ديالهم في جميع اللايفات. دابا الموضوع ديال الحلقه اليوم هما قراعي ديال الزيت، هاد البريدات هادو ديال
لي تيزان هكا نقدروا نعمروا فيهم اتاي، نقدروا نديروا فيهم بزاف الحوايج. محبوبه الجماهير كيف قلت لكم، القرعه ديال الزيت بجميع الاشكال ديالها. الحمد لله دائما محل الصحراوي كي تكون عنده الحصريه، هذا من جهه، من جهه اخرى كتلقاو عندنا العدد وكتلقاو عندنا لو شوا. يعني الحمد لله بشهاده الجميع المحل الوحيد يعني بدون منازع، خصوصا في سوق القريعه اللي غتلقاو فيه هاد لو شوا هذا بهاد لا كونتيتي وبهاد الديتاي اللي كنجيبو لكم، هو محل الصحراوي. الحمد لله هذه شهاده اللي كنعتزوا بها. اول حاجه غنبدا بها هي القرعه ديال الزيت، هذه اللي كتمشي هكا ديو، يعني كتمشي هكا القياس الصغير مع القياس الكبير ديالها. ها هي شي ما غتحاول تبريزونطيها لكم هكا في البلاطو باش تشوفوا الشكل ديال كل وحده بوحده كيفاش كتجي. فوالا، صغيره راه كتهز تبارك الله 700 مليلتر، والكبيره كتهز على ين ايترو، حيت عندنا هنا 900 ومازال كنعمروا فوق منها، يعني تقريبا ايترو ايترو لاروب. هادو هما العبارات اللي كاينين، هادو كيمشيو ديو. بالنسبه للثمن غنديروا فيهم واحد الثمن زوين اللي هو 180 درهم لي دو بياس. نورمالمون راه هادي بوحدها كتبع 120 درهم، وهادي ديال 700 امين راه كتبع 90 100 درهم. يعني حاولنا نديروا واحد الثمن اللي هو مناسب لغير دي جميع الكليان ان شاء الله. هذا بالنسبه للموديل الاول. بالنسبه للديتا ديال هاد القرعه راه تيكون فيها هنايا الفوق غلاقة دوغي. فوالا، هنايا غلاقة دوغي بالنسبه للناس اللي عندهم هكا دوغي. الدوغي دابا راه ولا طوندونس، كلشي كيديرو كتش... فوالا هادي راه يعني زاج هكا، يعني ما تخافوش تقولوا الصباع غطير ولا شي حاجه نهائيا. فيها هاد البوشون ديال السيليكون اللي كي يساعدنا هكا باش نسدو القرعه باش ما يدخل ليها حتى شي حاجه، وعاد انها فيها العبار. فوالا، دونك هذا اسمع لكم قلت هذا الموديل الاول اللي دخل عندنا في السوق. فوالا، كيجي هكذا فيه هاد بحال خطيطات هكذا، وملتاش بحال مضلعه. هادشي ديالها غادي نحاول نحط لكم تصاور باش كل سيده تعزل الموديل اللي عجبها ان شاء الله. هذا فيه جوج لي طاي، طاي صغيره وطاي كبيره. دونك كيف قلنا كيمشيو ديو كبيره وصغيره ب 180 درهم. دونك نديروا الموديل الثاني اللي هو هذا. هذه القرعه المعفره، القرعه المعفره هذه راه حله جديده. هذه الاخرى اللي كانت ديجا في الاول بالغطا ديال العود، هذه بالغطا ديال الانوكس، هي انوكسيدابل، حاجه مزيانه اللي ما غتصدي ما غتكحل ما حتى حاجه. دونك حتى هي غادي تخرج باك، غتخرج صغيره مع الكبيره ديالها. الكبيره تبارك الله راه كتهز حتى هي، راه يعني على ين ايترو تقدر تهز كاع اكثر من ايترو. هذه اكثر من ايترو تبارك الله. هادو حتى هما غيمشيو باك لي دو بيس، القرعه الصغيره مع القرعه الكبيره ديالها ب 180 درهم. يعني حاولنا نديروا واحد الثمن مناسب باش كيف قلت لكم باش نرضيوكم هكا، واللي جاي يقدر غرض ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين. كاين تبارك الله ما يتشاف، غير خليكم معنا حتى الاخر ديال اللايف هكا باش تشوفوا الديتاي ديال كل حاجه. دونك هادو اسماء كي قلتي نشري واحد القضيه، هاد الموديل اللي وريناكم لا الموديل الاولاني ولا الموديل الثاني، هادو كيمشي صغيره وكتمشي الكبيره ديالها. يعني كيمشيو باك، كيمشي باك دو بياس، صغيره مع كبيره. هادو وحده صغيره والكبيره ديالها. دونك هاد لي موديل اللي غنوريكم ان شاء الله باذن الله دابا الجايين غادي يمشيو جوج شقات دا وحده، قياس واحد جوج نفس القياس، حيت بزاف ديال الناس كيبغيو جوج قراعي كبار ديال الزيت، كيبغيو يعني ايترو كيبغيو صغيره مع كبيره، كيبغيو نفس لاطاي. هاد الموديل هذا ما بين الموديلات اللي غيمشيو جوج باك في قياس واحد، قياس واحد. هاد الشكيلات بعدا انا يعني صراحه ما عمرني شفتهم في شي بلاصه، اول مره كنشوف هاد الشكيلات ديال القراعي ديال الزيت. مازال هاد الشكل هذا كنا خدمنا فيه وشكل اللي هو معروف، اما هادو اللي غنوريكم دابا يعني اول مره كنخدموا بهاد الموديل، وصراحه شي حاجه اللهم بارك توب توب توب، ومباشره راه احسن بزاف من الصوره. الوغ بالنسبه لهذا حتى هو كيجي فيه هاد الديتاي هذا بحال الموديل اللي وريناكم الاول، يعني هكا هادي راه زاجه الاصل ديالها بحال هكا ماشي مصبوغه، فيها الغلاقه هكا انوكسيدابل في الدوغي، كيجي الشكل ديالها هكا زوين وغاتجيكم اسورتي مع لي اكسسوار ديالكم. فيها البوشون ديال السيليكون كيف كتشوفوا، زائد انها حتى هي فيها العبارات. هنايا راه عندنا 1100 مليلتر، ومازال غنقدروا نعمروا اكثر، يعني غنمشيو حتى 1200 يعني ايترو تقريبا، راه ايترو 200 ما شاء الله، راه اللهم بارك يعني تبارك الله، يعني راه مناسب قياس مناسب. هادو بالنسبه للثمن باش غيبقاو غيمشيو هكا دو بياس في جوج عبارات اللي هي اكثر من ايترو ب 190 درهم. يعني حاولنا نديروا اسمنه مناسبه هكا، ثمن مناسب فوالا. نورمالمون هاد العبار هذا يعني ايترو 200 راه 120 درهم الوحده باش كتباع، 120 درهم الوحده. حنا حاولنا نديروا هكا دي ريدكسيون زوينين باش ان شاء الله كلشي يبقى بخاطر. نمشيو للشكل الثاني يا شيماء، ولا بليطو دابا الشكل الرابع. الشكل الاول هو هذا، هذا الشكل الثاني، هذا الشكل الثالث. دابا غنمشيو للشكل الرابع اللي تا هو ما شاء الله
يعني كيحمق زوين، شوف الشكل ديالو كي داير. قرعيه الزيت من اخويا بواحد الديطاي اللي هو زوين، ما عمره ما كان في قرعيه الزيت. يعني ديك الساعه كنا الزيت كنقدروا نديروه في اي قرعه، دابا لا، مع هاد الاكسسوار اللي ولاو ديال الكوزينه كنبغيو نحلقوا على الكوزينه. هادو بالنسبه للعبار حتى هما كيف كتشوفوا هنا، راه عندنا يعني 1000 مليلتر اللي هو اترو، نقدروا نمشيو حتى يعني 1100 ياك اترو 100 فوالا. هادو حتى هما بنفس الديتاي، نفس الغلاقه انوكسيدابل اللي كتجي هكا دوغي، نفس الغلاقه ديال سيليكون باش هكا يعني كتمنع اي حاجه تدخل ليها، زائد انها فيها هاد العبار. واللي زوين فيها هو انها جايه هكا فيها واحد الديتاي بحال مضلعه، بواحد التشكيلات اللي زوينين يعني كتهرس هذيك الشوفه. هادو اللي عجبني اسماء في هاد لاغيفاج ديال هاد القريعات، حتى في الشده مريحين، حتى كتحسي بيدك فريمون مريح، مرتاحه تخدمي بهم وانتي مرتاحه، يعني مرتاحه وزوينه وتبارك الله. يعني كاين لو شوا، كاين بزاف الاختيارات فين تقولي بالنسبه لهاد القرعي ديال الزيت، راه كاين اللي بزاف الناس يعني من الناس اللي كياخذوهم كياخذوا وحده هكا، يعني وحده ديال زيت العود وحده ديال زيت روميه، وهذيك تيقول لك كندي نحطوها في الطبله، الطبله ديال الفطور كنعمروها بالزيت وكنحطوها، يعني كنخويو القياس كتبقى لنا قريبه ومنها يعني حتى الديكور ديالها في الطبله كيجي زوين، يفتح الشهيه. والزيت العود تبارك الله راه ما كاينش محسن منها. كنشكر بزاف الناس اللي كيشوفوا اللايف ديالنا، كنقول لكم شكرا لكم، شكرا للتتبع الطيب ديالكم. الناس اللي كيخليو لينا كيف قلت لكم لي جيم ولي كومونتير على لي خطيكم، يعني راه نتوما الفضل وانتوما راس المال. الوغ نمشيو للشكل، شحال دابا وصلنا؟ واحد جوج ثلاثة ما شاء الله، مع لي موديل، لي موديل ما شاء الله بزاف. هذا وقع على الموديل الخامس اسماء، ياك الموديل الخامس. تا هو كيجي كيف قلتي بنفس الديتاي في الغلاقة، كيجي على هاد الشكل هكا، هادي كاملة دوغي انوكسيدابل. هاد الغلاقة ديالو كتجي في لورونج، يعني مواتية مع هاد تاهي سيليكون، تاهي سيليكون بطبيعة الحال. بالنسبة للعبار تاهي في عبار كبير، هادي كتهز اترو ايكلك، يعني تاهي تكون واحد مترو 100، هادي كتجي رقيقة من الفوق هذا وكتعرض، ولكن لا فورم ديالها زوينة كقرعة زيت، يعني كودكا زوينة صراحة. صعيب الاختيار، أنا براسي كنهضر قبيلة مع شيماء قلت لها هاد الاختيار اللي كاين صعيب، يعني وحدة كتنسك في الأخرى، صعيب باش تختاري أش من موديل عجبك. نتمنى إن شاء الله بإذن الله نردو جميع إن شاء الله، إن شاء الله هذا هو الهدف دائما في محل الصحراوي. اسمح لي غندير غير واحد الغابيل الصغير، دونك هاد الموديل الأولاني اللي وريناكم هذا، دقيقة غنجي من هنا. مرحبا فوالا، هاد الموديل الأولاني اللي وريناكم هذا وهاد المعفرة كيمشيو ديو، فيه القياس الصغيرة والقياس الكبيرة. فوالا هادو كيبقاو ثمن مناسب 180 درهم، دونك هادو دو بياس، هادي صغيرة مع كبيرة، هاد الموديل وهاد الموديل. فوالا كنحاول نشرح للناس هكا باش هما تسهل عليهم لاطاش، يقول لك مثلا بغينا هادوك اللي صغيرة مع كبيرة، بغينا فوالا. بالنسبة للموديلات اللي وريناكم اللي منهم هادو، هادي الأخرانية وهاد الموديل الآخر هذا، يعني هادو تبارك الله كلهم كيهزو ايترو اكثر من ايترو، وهاد الموديل هذا كيمشيو جوج شقات دا وحده، يعني قياس واحد، كيبقاو ثمن زوين 190 درهم. دونك راه حاولنا والله الا لقينا كنديرو كالكول بزاف باش نديرو لكم زعما واحد الثمن زوين اللي ما نضركمش وما نضروش راسنا حتى حنايا، وانتم تستافدوا وحنا بطبيعه الحال نكسبوكم على طول ان شاء الله. وهما كيبقاو اسمنه مناسبه مقارنه مع الكاليتي ديال هاد القراعي ومقارنه مع العبار ديالهم، كنقولها وكنكررها، يعني الاصغر عبار في هاد القراعي يعني كتهز ايترو و100 تبارك الله ما شاء الله. كيف قلت لكم نورمالمون راه 120 درهم، جينا نضربوها في جوج عطانا 240 درهم، حنا ما درناش لهم لا 220 ولا 200 درهم، درنا لهم 190 درهم، يعني ثمن رمزي ان شاء الله باش كعربون محبه للكليان ديالنا كيف كيبغيونا وكيتيقوا فينا، حتى حنا بغينا نديروا واحد لو جيست ككونتر بارتي. دابا غنمشيو للموديل ديال القرعه المعفره اللي باش نبقاو في سميتو باش ندوزو حاجه اخرى، واخا في القرعي ديال الزيت، فوالا. دونك هادو غادي يكون عندنا هادو، غيمشيو هكذا دو بياس حتى هما. القرعه المعفره هذه غلقه ديال العود، غلقه عود، الناس اللي عندهم العود بامبو اللي باغيين لو تيم ديال بامبو، اللي عندهم قرعيه العطريه، عندهم يعني هذوك لو سيت ديال 3 بياس ديال العطريه، هادو غيتمشاو معاهم زوينين. دونك هادو حتى هما غيمشي باك ديو، فيه هادو جوج تقدا وحده قياس واحد، هادو قياس واحد نفس النيفو، هادو تا هما راه تقريبا ايترو 100 ولا ايترو 200. راه هازين هازين، هادو جايين كلهم عراضين، يعني تبارك الله راه هازين اكثر من ايترو 200 ولا ايترو 300. فوالا، الوغ بالنسبه لهادو يعني ثمن مناسب باش كيبقاو 199 درهم،
يعني جوج قراعي في عوض 120 درهم الوحده اللي غتجيكم 240 غيبقاو لكم ب 199 درهم. يعني حاولنا نديروا ما امكن واحد لا مارج بسيطه باش نقدروا هكا نرضيو الجميع ان شاء الله. هادو راه يعني توب كلش القراعي الزيت كلهم صراحه زوينين. مي هادو يعني كيتش يكونوا دائما الناس كيسولوا عليهم بزاف. باقي مثلا ناش قرعه الزيت تبارك الله ما شاء الله. هاد اللايف راه خاص غير هاد الاسماء بالقرعه ديال الزيت. دونك كاين عندنا هاد الموديل هذا حتى هو هذا غلقه حتى هو العود هذا كيهز حتى هو بريسك واحد 750 مليلتر. دونك هذا حتى هو غيمشي باك ديو فيه تقاده وحده جوج تكون وحده اختها حتى هي يعني نفس لاطاي جوج ديال جوج غادي يمشيو حتى هما دو بياس ماشي ما تشوفوا هنايا يعني العبار هذا راه كيهز 650 ومازال غيهز اكثر بالغلاقه سيليكون الغطا ديال البامبو كيف قالت لكم شيماء كيمشيو جوج ديال لي بياس في عوض 240 درهم كيبقاو ب 200 درهم يعني بحالهم بحال هادو جوج ديال القراعي يعني تقاده وحده تقريبا غير باشكال مختلفه. الديتاي ديال البامبو راه الناس كلشي عارفين لا كاليتي ديالو يعني بلا ما نحتاجوا اننا نهضروا عليها. هادو راه تقريبا راه يعني الشكيلات هكا في الايد هادو راه بحال بحال نفس الشده نفس الشده نفس كل شيء غير لا فورم ديال القرعه اللي مبدله. لا فورم اللي مبدله. دونك بقى لينا اخر موديل ان شاء الله نوريكم في قريعه ديال الزيت اللي هو هذا غنحاول نقربو لكم. هذا عاوتاني شي حاجه اخرى. هادو الناس اللي كيبغيو جوج وحده صغيره وحده كبيره. دونك هاد الباك هذا ديو حتى هو غيمشي وحده صغيره وحده يعني فيها اكثر من 500 مليلتر هادي كتهز اكثر من 750 هادي راه غدا الايترو حيت هانتوما 750 هاي فين وباقي عندنا هاد ليسباس هذا ليسباس. دونك هادو غيمشيو ديو صغيره مع الكبيره هادو باك يعني نفس الغلاقه السيليكون نفس غلاقه العود البامبو نفس ليديدا نفس كتشوفوا هانتوما ها قرعه ديال الزيت الشكل ديالها تبارك الله ما شاء الله جاي زوين يعني نفس الديتاي. صعيب باش تلقاو هكا يعني جوج ديال القراعي وحده كبيره يعني كتهز يعني عينين اترو وحده صغيره بهذا الديتاي هذا في نفس الموديل صعيب باش تلقاو صراحه. يعني حنا راه في السوق وعارفين اشنو كاين ولكن في محل الصحراوي ما كاينش المستحيل دائما كنحاولوا نوفروا لكم حويجات اللي ما غتلقاوهمش بلاصه اخرى. بالنسبه للثمن ديال هاد جوج قراعي هادو كيبقى ب 200 درهم العبار الصغير العبار الكبير عفوا اللي هو هذا زائد العبار الصغير في نفس الموديل يعني فحال فحال ما كاينش فرق بيناتهم فرق ديال القياس كيبقاو ب 200 درهم يعني ثمن مناسب. انا يعني كنقولها وكنسطر عليها المحل الوحيد اللي غتلقاو فيه هاد لو شوا بالنسبه للقريعه ديال الزيت هو المحل ديال الصحراوي بكل افتخار الحمد لله كنقولوها ويعني وكنسطروا تحت منها. صعيب باش تلقاو هكا محل غتلقاو موديل جوج اما باش تلقاو يعني تقريبا 10 لي موديل ديال قراعي الزيت وكلهم فيهم لا كونتيتي يعني ماشي بالسهل باش نوفروا هاد القضيه. بغيت نسولك شي ما على لي بلاطو اللي كانوا فيهم القريعه ديال الزيت. اه وي بالنسبه للبلاطو هاد لي بلاطو راه فيهم تبطلات هما شكيلات انواع واشكال. اول موديل اللي هو هذا غنوريه لكم اللي هو هذا هذا اللي كيجي هكذا كامل بهاد الدوغي وكيجي هنايا المرايا في ميغوار بلاطو ديالهم. هذا راه بلاطو اللي خدمنا فيه تبارك الله ما شاء الله على طول العام ودائما فيما كيكون يعني كندخلوه حنا من الاولين اللي كيدخلوه للسوق. دونك هذا راه فيه القياسات ديالو ياك فيه جوج قياسات فيه هاد لا فورم صغيره ولا فورم كبيره ديالو اللي هي هادي فوالا جوج ليطين حاول تحط لكم باش يبان لكم الفرق. وفيه جوج شكيلات فيه لا فورم هكذا المستطيله وفيه لا فورم اللي كاينه اوفال من الجناب اوفال يعني بحال ما هادي وهي صغيره بحال هاد الشكل هادي وهي صغيره لاطاي الصغيره ديالو. دونك تيكونوا فيه يعني جوج قياسات سميتو يعني بحال عندنا اربعه اشكالات اربعه اشكالات عندنا لا فورم الكاريه فيها هال الكبير ديالها اللي هو هذا وفيها الصغير ديالها هذا اللي وراتكم شيماء هادو جوج اشكال. وعندنا لا فورم الكبيره اللي هي هذه هذه اللي جايه هكا يعني كيف كنقولوا دايره في الجناب اوفال وكاين هذا القياس وكاين القياس الصغير ديالها نتوما كتختاروا اللي بغيتوا. بالنسبه للقريعه ديال الزيت راه كاينين اللي كيجيوكم في البلاطو الصغير وكاينين اللي كيجيوكم في البلاطو الكبير. حاولنا نوفروا لكم هاد لي بلاطو مع قراعي ديال الزيت حيت دائما تيكون عليهم طلب. بالنسبه للبلاطوات اسماء دخل هذا الشكل الجديد حتى هو ما طونك ما حنا في الاسمج ديال البلاطويات دخل هذا الشكل حتى هو اللي فيه الرخامه كيجي بلون دوغي افي مارب هذا فوالا افي مارب كيجي بلون دوغي وكيجي نوار دوغي ديالو اللي هو هذا هادو نوار دوغي
تبارك الله كيجي الشكل ديالهم زوين. على حسب يعني الكوزينه واش عندكم في البياض عندكم في النوار، يعني كل سيده على حسب الاختيار اللي غيكون عندها. هادو حتى هما اسماء راه فيهم لي طاي، فيهم لا طاي الصغيره ولا طاي الكبيره بيان سور بالاشكال جوج اللي مستطيله من الجناب فوالا هذا يعني فيهم اللوان يعني فيهم النواق وفيهم البيض. تبارك الله ما شاء الله كاين الاختيار. بالنسبه لهاد لي بلاطو متعددي الاستعمال يعني تقدروا فين ما حطيتهم تبارك الله ما شاء الله كيجيكم زوينين. بالنسبه للكوزينه كديروا فيهم قريعه ديال الزيت، كديروا فيهم هاد القراعي ديال السكر اتاي القهوه، يعني كتقدروا تحطوهم هكا في لي شومبغ اكوشي، ديروا فيهم هكا لي بارفان ديالكم لي برودوي في لي طابل باس، ديروا فيهم هكا شي ديكور. تبارك الله ما شاء الله يعني كاين ما يدار فيهم. هذا بالنسبه يعني علاش لايف كيتقطع، حاولوا عافاكم ديروا هكا لي جيم باش ما تقطعش لنا اللايف، كيطلع ليا هكا بلي اللايف غيتقطع. حاولوا تبارطاجيو هذا اللايف مع الناس اللي انتريسي، صحابكم خوتكم جيرانكم هكا غير باش ما تقطعش لنا اللايف ان شاء الله. الوغ من غير القراعي ديال الزيت اللي كيف قلت لكم يعني تبارك الله ما شاء الله كاين فيهم لو شوا، كاين هاد لي 3 بياس ديال السكر واتاي، هادو اللي كيجي الشكل ديالهم تبارك الله انيق ما شاء الله، كيجيو هكا من الصغير للكبير بهذا الشكل هذا، يعني كتجي هكا ترونسبارونت يعني كتبين لينا اي حاجه كاينه فيها، فيها هاد الديتاي من الفوق هذا على شكل لابا. شكرا على لي جيم ديالكم. كيجي هكا فيها هاد الديتاي على شكل لابا، ورا السده ديالها يعني محكمه الاغلاق كيف كتشوفوا، فيها هاد الجوان هذا ديال السيليكون باش اي حاجه حطيتوها فيها يعني كتبقى محافظه عليها. بالنسبه لا ماتيغ ديال هادو راه فليكسي كلاس، يعني كاليتي ديالهم طوب، لا علاقه مع دي برودوي اخرين اللي تيكونوا هكا في السوق. فيهم هاد الموديل هذا بالنسبه للناس اللي ما بغوش داك الديتاي ديال لافان فوق، كاين هاد الديتاي هذا اللي فيه بحال هكا فوالا، فيه هاد لابوند هكا دوغي من التحت، فيه هاد الديتاي ديال الاذ من الفوق. هادو كيمشيو 3 بياس كيف قلت لكم، كيجيو على حسب السكر اتاي القهوه القطنيه، كنديرو فيهم المكسرات عطا الله ما يدار فيهم، كيبقى الاختيار ديال السيده. لي كوكيز لي بيسكوي يعني ما شاء الله غير يكونوا عندكم ولا غتعرفوا اشنو ديروا فيهم. بالنسبه للثمن ديال هادو كيمشيو 3 بياس ب 180 درهم، 3 بياس من الصغيره للكبيره كيف قلت لكم في هاد لا كاليتي هادي، ماشي بلاستيك بلكسي كلاس، ماشي بلاستيك وماشي زاج، هذا راه بلكسي كلاس انكاسابل و اليمونتيغ اون بليس، يعني هذا هو الفرق ما بين ماتيغ و ماتيغ. عندنا الكود كور حتى هاد الموديل ديال الغزاله اللي كان لقى واحد الاقبال كبير، هذا راه كنجيبوه كيتباع قبل ما نصوروه، هاد المره قلنا والو يعني محدو كاين خاصنا نصوروه هكا باش الناس اللي الناس ديال لاباج فيسبوك سواء انستغرام سواء تيك توك يعني كيستافدوا من هاد لا برومو. فوالا هذا شي شحال فيه من بياسه؟ هذا كيمشي نورمالمون فيه 4 بياس، فيه صغيره الموين كبيره عابش الكبيره كاع. هذا زاج، هذا زاج وي، هذا الناس اللي كيسولوا هذا زاج، كيجي في الزاج البرونز الشكل ديالو اني زوين، فيه هذاك لي ديتاي ديال هذاك اللي غايي هكا هابطين، الغلاقه ديالو تلعود حتى هي فيها هاد جوان سيليكون يعني محكمه الاغلاق بامبو، وفيها هاد الغزاله غزاله رايقه واخده راحتها مسكينه فوالا. هادو القياسات ديالها هما كيمشي الصغيره الموين الكبيره عابش الكبيره كاع. تبارك الله هادو راه ما شاء الله يعني راه كيهزوا، قال الله ما ديروا فيهم. ها القياس الكبير اللي تابعوا القياس الثاني والقياس الاول كيمشيو 4 ديال لي بياس، هادو فيهم واحد الثمن زوين اللي هو 199 درهم كيف كتشوفوا، 4 ديال لي بياس ب 199 درهم. بالنسبه للبلاطو اللي كيهزهم هادو حنا درنا فيهم بلاطو كبير، هذا بالنسبه للناس اللي غيبغيو معاه البلاطو، يعني الا بغيتو تدوزو لا كوموند وبغيتو البلاطو غتكومونديو البلاطو الكبير معاهم هكا باش يجيكم، حيت البلاطو الصغير ما غيهزهمش ليكم. هادو اسماء غالبا لي كوموند اللي خرجوا في هاد فهاد فهاد الموديل هذا تبارك الله خرجوا لقى واحد الاقبال كبير، سالا ستوك الاول جبنا ستوك الثاني تبارك الله ما شاء الله. دونك كاع الناس اللي داو كلهم سون اكسيبسيون داو كلهم بهذا البلاطو، كلهم خداو معاه البلاطو حيت البلاطو كيكمل ليهم هذيك كيعطي واحد لو شارم اخر. فوالا نتمنوا ان شاء الله ان هاد زارتيكل لقاو الاستحسان ديالكم، تخليو لينا الراي ديالكم في لي كومونتير واش كيعجبكم هذا الشيء ولا لا. لارتيكل اللي جا يعني في نوفال اريفاج هما هاد الماس هادو ديال الرخامه، هادو اللي كانوا يعني كيكومونديوهم بزاف ديال الناس، كانوا في موديل اخر اول مره غنجيبو هاد الموديل هذا، كيمشي هكا فيه 5 ديال لي بياس، يعني فيه الموس ديال اللحم ديال الخبز ديال الخضره ديال الديسير، يعني طقم كامل متكامل، فيه هاد اللون نواغ وفيه حتى البيض ديالو، كيجي فيه هاد الديتاي ديال البرونز هذا، حاولنا نقرب لكم هكا الصورة أكثر كيف كتشوفوا، وكيجي هكا بسيبور ديالو بالنسبة للناس اللي كيبغيو هكا يعني يكون شي غونجمون جامع ليهم الماسك يحطوه هكا فوق البوطاجي،
يعني كامل مكمول. حاجه اخرى يعني كنحاول نفكر غير لي زارتيكل اللي جاوا. رشاشه ديال الزيت راه توفرات من جديد في محل الصحراوي، يعني كاين فيها هذا الموديل هذا اللي هكا كيجي فيه هذا الديطاي دوغي، وكاين حتى هذا الموديل هذا بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الدوغي، كاينه هذه فيها هذا الديطاي هكا في البلو وهذا البلو فونسي، وكاينه في الكيتصلوا بينا يعني رحنا في لايف مباشره، حاولوا غير نساليو ان شاء الله ونعاودوا بكم اتصال. فوالا رشاشه ديال الزيت راها كاينه متوفره، هذا اللي كان فيه باك بروموسيون رحنا رجعنا فيه لا بروموسيون، باقي فيه كلكو زارتيكل كيمشيو 6 ديال لا بياس ب 99 درهم في عوض 130 درهم، يعني فيه ثمن زوين. 6 ديال لي بياس من هادو اللي كيجيو على حسب المملحات هكا الفاكيا فلون ديسير فروي، فيهم هاد الموديل هاد اللون هذا، وفيهم هاد البيض هذا فوالا، وفيهم حتى هاد الموديل هذا كيف كتشوفوا ها هو، هادو كلهم كيمشيو في باك فيه 6 ب 99 درهم. اللي عجبتو اي حاجه يحاول يدير لها سكرين، يعني صعيب باش ندوز لكم كل شيء، ولكن هكا يعني تواصلوا معنا في الرقم ديال الواتساب اللي فيه شي ماء هكا باش تاخذ من عندكم لا كوموند او تعطيكم معلومات كافيه على اي حاجه غتبغيو. بالنسبه للقرعه ديال الزيت اللي غيبغيو هكا شي ديكور اللي غيجيهم مع القراعي ديال الزيت يعني في البلاطو، كاين هذا الموديل هذا هاد لابول هادي دوغي كوم اكسسوار اللي كتضيفوه في القراعي ديال الزيت، كيجي شكل ديالو زوين. كاينه هاد الاناناسه هادي حتى هي كتجي في لو ثيم ديال الكوزينه زوينه، هادي راه اناناسه كبيره ماشي صغيره. فوالا بالنسبه لهادشي ديال البديع راه غنرجع ليه من بعد، فيه الجديد حتى هو، فيه شي حوايج اللي تسالاو ولكن باقي فيه جا فيه نوفيل اريفاج. غنوريكم هاد لي كاغاف بالكويسه ديالهم بالنسبه للناس اللي كيجيو كيبغيو هكا كاغاف ديال العصير اولا ديال الماء اولا تقدروا ديروا فيها اللي درتو، كيبغيوها شي حاجه اللي كتكون اونصومبل مع الكويسه ديالو، شي حاجه اللي كتكون شكي ديالها يعني راقي وزوين. اول موديل عندنا هو هذا اللي فيه هاد اش من لون هذا؟ هذا غري فونسي. غري فونسي هاد اللوين جاي زوين تبارك الله كيف كتشوفوا، كيجي هكا الكاس فيه هاد الديطاي هذا ديال هاد الشراطي هكا عراض مع هاد القبطه ديال الايد زائد الكاغاف ديالهم تيكونوا 6 الكويسات زائد الكاغاف اللي تبارك الله راه كتهز، غتكون كتهز شي اطرا ونص تقريبا هذه، وفيها هاد الديطاي هذه ديال هاد الغلاقه هذه في لينوكس اللي جايه اسورتي مع هاد الكويسات. هادو ما فيهمش لا كونتيتي بزاف تقريبا، يعني حيت جبناهم وما صورناهمش يعني تبارك الله ما شاء الله خرجوا، باقي فيهم غيكونوا يعني شي جوج كل موديل. كاين اوسي هاد الموديل على قولة الله اكبر، سالي الاذان ونكملوا. لا اله الا الله، حنا رجعنا لكم بعد ما سار الاذان. الوغ الموديل الثاني اللي غنوريكم هو هذا اللي كيجي في هذا اللوين هذا واحد البرونز اللي هو زوين، فيه الكويسات ديالو كيف على هذا الشكل هذا، جايين سامبل وحلوين ما فيهمش بزاف ديال الزواق، ولكن حلاوتهم في هذيك لا سامبليسيتي ديالهم. الكاغاف ديالو كيجي على هذا الشكل هذا تبارك الله، راه هذا غيكون كيساوي واحد اطرونس تقريبا، فيه الغلاقه هذه في هذا الكراميل لعشاق الكراميل، كيجي هكا يعني باك كاغاف بالكويسات ديالو حتى هو راه كاين متوفر عندنا في المحل. بالنسبه للي بلاطو يعني حاولنا نحطو هكا دي بلاطو اوازاغ، يعني لي بلاطو كيمشيو بوحدهم يعني هذه حاجه معروفه. الشكل الثالث اللي هو هذا
اللي كيجي هكا ترونسبارون، حاول نعطيكم جميع الالوان باش نرضيو جميع الاذواق. لاكاراف ديالو كتجي عريضه على هذا الشكل هذا، هادو راه يعني من لي موديل اللي كانوا طوندونس وباقيين لحد الان، لا في القراعيد العطريه لا في بزاف ديال الحوايج. كتجي فيهم الغلاقه هادو في هاد لابول هادي ديال العود، والكيسان ديالهم كيجي على هذا الشكل هذا. حتى هما يعني حلاوتهم في لا سامبليسيتي ديالهم، شي حاجه يعني سامبل ولكن راقيه او ميم طو. حاجه اخرى غندوزو ليها هما هاد التليفون، محبوب الجماهير. يعني كاين دي زارتيكل اللي تبارك الله ما شاء الله كانوا لقاو واحد الاقبال كبير، كان كنا لونسينا فيهم لا بروموسيون. دابا غنزيدو نقصو فيه واحد شويه حيت باقي فيه كيلكو زارتيكل، بحال غنديرو ليكيداسيون كيف كنقولو. الوغ بالنسبه لهاد التليفون هذا، الهاتف الذكي هذا راه فيه 3 في 1 يعني ديكور، وفيه يعني فيوز هادي راه كتشعل هكا كتبرونشو بالضو بحال شكل ديال اباجور. اون بليس فيه المكانه، هاد المكانه هادي راه كتقدروا تحقوها وهكا كتبقاو تشوفوا فيها الساعه. بالنسبه للوينات اللي فيه، فيه هاد اللون هذا وفيه هاد اللوين هذا. هاد اللون هذا راه صعيب باش نلقاو شي حاجه ديال لا ديكو، بزاف الناس كيجيو كيقولوا واش ما عندكمش شي حاجه هكا في الزرق، تيكون عندهم تفريشه ولا سيجور في هاد اللون ما كيلقاوش لي زارتيكل يعني فيه. ها هو راه متوفر في هاد التليفون هذا، وفيه حتى هاد اللوين هذا. بالنسبه للثمن هذا شحال بعناه في الاول شيماء؟ هادو كان ديجا في الاول 150 درهم. دونك ان شاء الله هذا غادي، كانت لا برومو درنا فيه برومو، كانت درنا 130 درهم. لا برومو سالات ولكن خلاوها، حنا ما غاديش نبخلوا على الزبناء ديالنا، غادي نخليو لا برومو. ولعتي شنو، انا غندير واحد القضيه كاع حسان من لا برومو. شي سخاوه هادي جايه فرق. غنحسبوهم هادو ب 120 درهم. اوه ايوا اللي ما بغاش ياخذ. غنحسبوهم 120 درهم، راه كانوا ب 150 درهم في الاول، التالي 130، انا غنزيد نحيد لكم 10 درهم اخرين فيهم، غنحسب لكم غير 120 درهم. شيماء سخية تبارك الله، شوفوا المتسبعين والكليان ديال محل صحراوي كيف قالت شيماء يستاهلوا كل خير. كاين هذا الموديل هذا، هذا باش كيختلف على الاخر بهاد الموسيقى اللي كتفكرنا في الطفوله، هذوك الرسوم ديال اللي كنا كنتفرجوا فيهم شحال هذه، فيه رونجمون في نفس القيصه. هذا ما كيتبرونشاش بالضو، كيجي هكا غير ديكور. وهنايا هذه راه فيه هذه، كتحاول شي ما تدور علينا فوالا، وحدكم كدوروها وهي كتبقى تدور وكتعطيك حتى الموسيقى. هذا تاهو كيجي شكيل ديالو انيق وزوين، متوفر في هذا اللون هذا في البيض والدوغي. هذا في عوض 150 درهم غيبقى ب 130 درهم فوالا. هذا باقي عندنا فيه كيلكو بياس بالنسبه للناس، مابقاش فيه هذا كانت فيه واحد لا بروموسيون اللي هي زوينه ومازال فيه، ماشي مشكل. حنا هذوك الحوايج اللي كنا لونسينا بروموسيون، كاين الناس اللي ما استافدوش فيها، تيقولنا علاش قاديش لا بروموسيون سالات دغيا. حنا غنعاودو نحاولو يعني نطولو فيها المده، ما كاين باس. الوغ بالنسبه لهذا فيه واحد الثمن زوين اللي هو 69 درهم فقط، 69 درهم. هذا حتى هو راه جوج في واحد، يعني فيه ديكور او ميم طون مكانه، كتقدروا هكا باش تحقوها. هذوك لي بلونت، الناس كيسولوا على لي بلونت ارتيفيسيال بزاف. حاليا وفرنا لكم الفورمه الكبيره، الموديل الاول كان عندنا هكا شويه صغير، دابا جبنا لكم هذه تبارك الله ما شاء الله كيجي شكيل ديالها باين وعاطي. هذا راه بورسولين معمره بلاصه ما شاء الله. هاد الديطاي هذا يعني كتبان بحال بلونت حقيقيه وهي راه بلونت ارتيفيسيال، كيجي شكيل ديالها زوين في ما حطيتوها كتعطي واحد اللمسه هكا جايه في هاد الديطاي هذا ديال بحال هذاك الحجار ولا معتل اش كيديروا ليه الكاياس ولا التيموم اللي كيديروا في لي بلون. يعني نفس الموديل، فيه هاد لا فورم هادي وفيه لا فورم الكبيره، نحاول نقربها لكم. ها هي لا فورم الكبيره فوالا، هادي مازال راه تقدروا تخليوها هكا وتقدروا تطولوا ليها هذه، يعني عندكم هكا لاسباس كبير، هي في جميع حالاتها زوينه كيف كنقولوا فوالا. ها هو الديطاي ديالها كيف كتجي، كتبقاو تلعبوا بهادو كيف ما بغيتوا، تخليوها طويله ولا تقصروهم. حتى هذا راه بورسولين نفس الديطاي سوف كو لا فورم جايه كبيره مقارنه مع الاخر فوالا. ها هي لا بلونت صغيره، ها هي لا بلونت كبيره، وهادو راه يعني غنديروا فيهم واحد الثمن اللي هو زوين مقارنه مع يعني الاثمنه اللي كاينين على برا. في هاد لاغيفاج ديال اليوم جاو هاد لي كوب هادو، شي حاجه اللي هي زوينه تبارك الله ما شاء الله. هذا راه كان ديجا عندنا، هذا راه ما بقاش، باقي فيه وقيلا هاد البياسه هادي. هذا ها هو راه كنا درنا فيه بروموسيون في عوض 120 درنا 99 درهم، فيه هاد لا فورم هادي. الجديد هاد المره هو هذا، هادو راه كيجيو هكا يعني سيبور ديال الكاطو، كنقدروا نديروا فيه الكلاص لكن عندنا هكا الضياف الديسير لي ماكارون التمر، عطا الله ما يدار فيه تبارك الله. المعينات ديال الضيافه ما شاء الله، يعني كل سيده كتبتكر وكتبدع بهذاك الشكل اللي هي.
كيجي فيه هاد الرجيله هادي اون بورسولين اللي كلها دوري كيف كتشوفوا بهاد الديطاي هذا اللي اول مره غيجي فيه هاد الموديل، وفي هاد يعني مشنف في الجناب كله بالدوغي، جاي واحد الديطاي ديالو زوين واني جوج ديال لي طاي تقدروا تاخذوا هكا يعني الكبير والصغير، وتقدروا حتى في لا بريزونطاسيون يجي هكا شكل ديالو مثلا لي فخوي ولا نقدروا نديروا فلون. المهم عطا الله ما يدار الفاكهه نديروا فيه فوالا المملحات. المهم عطا الله ما يدار هذا راه متوفر حاليا، هذا راه نوفيل اريفاج، هاد السلعه هادي راه يلا حطيناها. بالنسبه لي سيرفيس ديال الطباسل ديال 36 بياس راه يعني باقي عندنا فيهم لي موديل، غير دابا راه كاين الشطوق باقي ما حطيناهمش، مع جاتنا السلعه ما بغيناش ندخلوا كلشي في خطره واحده. الناس هكا يرجعوا لاباج راه يلقاو كاع لي موديل ديال الطباسل اللي كانوا متوفرين عندنا. الجديد هاد المره هما هادو، انا غنحاول نقربهم لكم. شي حاجه توب 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 صراحه، انا يعني عجبوني بزاف. هادو كيجيو فيهم يعني ثلاثه ديال القياسات، خليكم معنا نشد عليك. كيجيو فيهم ثلاثه ديال القياسات، هادو يعني كيعطيو واحد الاضافه للطبيله ديالنا. كيجيو على شكل هكا ورقه وجايين غارقين، فيهم واحد الديطاي اللي هو زوين تبارك الله. لا فورم ديالهم راه كبيره، هادو تقدروا تحطوا فيهم هكا يعني الديسير، تحطوا فيهم الفاكيا، تقدروا تحطوا فيهم لا سالاد، وتاخذوا هاد الصغار تفرقوهم هكا في الجناب. عطا الله ما يدار. وهاد الديطاي هذا صراحه جاي زوين وراه غارقين تبارك الله ما شاء الله، يعني كيهزوا. هادو كتقدروا تاخذوا فيهم القياس اللي بغيتوا، ها هي الكبيره كاع كيف كتشوفوا، ها القياس المويان وها هو القياس الصغير. فوالا تبارك الله ما شاء الله كيهضروا على راسهم، ما يحتاجوا كاع نشكرهم. شكرا شيماء. ندوزوا لارتيكل الاخر. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا تويشيات ديال لي زاميزغول مملحات تويشيات، جبنا فيهم واحد لي زارتيكل هكا يعني فيهم لو شوا. كاين هذا الموديل هذا اللي كيمشي تابع لهذا الموديل ديال الطباسل المشنف اللي كان عندنا، وراه باقي فيه يعني كيلكو بياس. هذا كتقدروا تاخذوا العدد اللي بغيتو. كاين هذا الموديل هذا اللي كيجي تابع لهذاك الموديل الاول اللي كنا خدمنا في الطباسل. بالنسبه للناس اللي خداو عندنا لي سيرفيس ديال الطباسل، هادو راه كيمشيو معاهم زوينين. كاين في هاد لافورم، كاين حتى في هاد لافورم هادي، ها هي فوالا. اشكال جديده وكيف قلت لكم يعني حصريا في محل الصحراوي. اي حاجه عجباتكم ديروا ليها سكرين وتواصلوا معنا مباشره على الرقم ديال الواتساب. بالنسبه للفراقات، دخلت هاد الفراقه هادي اللي كتجي هكا 3 ايطاج، حتى هي بنفس الديطاي ديال هذاك السيرفيس اللي كان ديجا عندنا. الناس اللي خداو راه يكونوا عارفينه. ها هي الفراقه ديالو راه جات باش هكا تكملوا لا غام اصوغتي. فيها هذه ديال 3 طبقات اللي كتجي هكا في البيض وفي الدوغي، وفيها هذه اللي كتجي كلها دوغي. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم البيض بزاف كيحاولوا يهرسوا بالدوغي، والناس اللي عندهم الدوغي بزاف كيهرسوا بالبيض. هذه راه فيها ديال 3، وهذه راه فيها ديال 2 طبقات. يعني حنا وريناكم غير وحده وحده هكا، وانتم ديك الساعه تشوفوا اللي بغيتوا. شكرا شيماء. بالنسبه لهاد لي كوبال هادو ديال المملحات، هادو راه باقين ديسپونيبل في شي حاجه. كاين هاد الموديل هذا، كاينه هادي اللي كتجي هكا شويه صغيره. يعني هادو ماشي موضوع الحلقه اليوم، ولكن غير غندير لهم تذكير خفيف ظريف بالنسبه للناس اللي هكا اول مره كيشوفوا اللايف ديالنا. هادو كيجيو هكا بالغطا، وكاين هادو اللي لقاو واحد الاقبال زوين صراحه. اللي شافهم يعني ما كيحبهمش. هادو راه فيهم شكيلات بزاف، فيهم لافهم الدايره ولا فهم الكاريه. كاين هادي جنيبه طالعين، هادي فيها جنيبه طالعين، هادي غارقه شويه. هاد باش كاينه هادي اللي فيها شنيفه تنجنب، المهم ما كتسات لي موديل، ولكن هادو ما بقاش فيهم بزاف. حيت اغلبيه اللي كياخذ كياخذ 4 الزاو الفوق. هادو الناس اللي خداهم من عندنا كيقول لك هكا كنفرقوهم على الطبله نديرو فيهم التمار، هكا كل وحده كنحطو فيها حاجه بحال هذاك لي موديل اللي كيخدموا بهم لي تريتور نفس الشكل. هكا الا كنا جالسين هكا في الدار مع العائله والحباب، ولا كانت عندنا شي عراضه علاش لا. يعني الانسان كيبغي هكا كيف كنقولوا يحلق على المصاريف. بالنسبه لهاد لي سيبور هادو، كاين هذا اللي كيجي هكا شويه غارق، حتى هو راه كاين متوفر، كيجي على هاد الشكل هذا فوالا. فيه القياس الكبير وفيه القياس الصغير ديالو، حتى هو فيه هاد رجيله هكا اون بورسولين دوغي. وهذا الفرق ما بينه وبين هادو هو انه كيجي غارق. هذا كنقدروا نبريزونطيو فيه بزاف ديال الحويجات فوالا. بالنسبه للطيفور ديال العرادات، الناس اللي اول مره كيتبعوا اللايف ديالنا، ها هو غنوريه لكم. حيت حتى هو مبقاش فيه بزاف، باقي عندنا فيه 3 ديال لي بياس، باقي عندنا فيه 2 ديال 50، وقيلا واحد ديال 45 هما اللي باقين. هذا ها هو كيف كتشوفوا العبار 50 ديالو،
كيجي كبير هكا على حسب العرادات المناسبات كنقدموا فيها هكا الماكله ديالنا، الدجاج اللحم بسطيله اي حاجه كيجي الشكل ديالو هماوي كيمشي اسورتي مع هاد الطبيصلات هادو. بالنسبه للناس اللي خداو عندنا لو سيرفيس هذا يعني كيكمل لكم الحطه، قلت لكم باقي جوج في القياس ديال 50 وواحد في القياس ديال 45 بالنسبه للناس اللي بغاو. البيضه الذهبيه باقي عندنا فيها جوج في هذا الموديل الصغير، هذه يعني كتجي هكا بورت كويير كلها دوغي، كتمشي هكا على حساب الكلاص الكاطو كديروها في الطبيله ديالكم مع الباطو ديال القهوه علاش لا. وكاينه حتى لافورم الكبيره ديالها اللي فيها الميناجير اللي هي هذه، هذه راه كيجي فيها يعني 24 بياسه تيكون فيها السمن كل حاجه، فيها الموس الفرشات المعلقه الكبيره والصغيره. هاد لي شوندوليي وهاد لي لامب هادو كلهم دوزناهم في اللايف اللي فاتو، ما غنعاودوش نهضروا عليهم حيت ما بقاش فيهم العدد بزاف. الناس اللي بغاوهم يحاولوا يرجعوا لي لايف الاولين راه غتلقاو داكشي كلشي بالتفصيل. الحاجه اللي ما هضرناش عليها هما هاد البريردات هادو على حساب لي تيزان واتاي لويز عطا الله ما يدار فيهم. نوريكم شكيلات هكا اون بغيف حيت صافي يعني وصل وقيت السدان. كاين هاد الموديل هذا مشرط فيه ثلاث القياسات، فيه هذا اسمع القياس الصغير كاين القياس الموين وكاين القياس الكبير ديالو اللي هو هذا، يكونوا فيه ثلاث ليطاي فوالا. فهو كتجي فيه هاد ديطاي الزاج بهاد اللون برونز والغلاقه ديالو حتى هي انوكسيدابل بحال قريعه ديال الزيت. راه هما فيه ثلاث ليطاي صغيره وموين كبيره. بالنسبه لهذا كيف قلت لكم كيصلحوا لي تيزان، يصلحوا هكا الاتاي اللويز عطا الله ما نديروا فيهم. الثمن ديالهم كيبداو من 100 درهم، كاين 130 وكاين العبار الكبير هذا تقريبا كيهز اطر ونص كيدير 150 درهم. ما فيهمش غير هذا الشكل، فيهم بزاف ديال الشكيلات. كاينه هاد لافورم هذه اللي هي نفسها اللي وريناكم سوفكو، هذيك فيها شريطات رقاق، هذه جايه شريطات عراض شويه شي ما حاولتش حل نشوفوا الصفاي ديالهم من الداخل كيفاش داير. فوالا يعني كله دوغي انوكسيدابل، في واحد ديطاي اللي هو زوين يعني كيجي شكيل ديالو غير ما تبقاو ديروا اللويزه ولا دوك التيزان وتبقاو تصفيو فيهم، كديروا كلشي ديالكم هنايا الوسط كتخويو عليهم المطيب وانتم دايرين جليسه زوينه بقد الذوق اللي هو راقي. في هذا الموديل هذا هذا كي سامبل، هذا سامبل فوالا. كاين الناس اللي ما عندهمش مع قوه الزواق كيكون هذا يعني سامبل، وكاين هذا كيجي حتى هو فيه خيطات رقاقين ولكن الايديده كتكون كامله بيضاء كلها سامبل، عوض هذه هكا بالبرونز كتكون بيضاء اجيه كامله يعني. المهم كيف قلت لكم دائما محل الصحراوي ديما لافونتاج الاول ديالو هو ان تيكون فيه لو شوا، من كتدخلوا يعني ما كتلقاوش ارتيكل ولا جوج في نصكم كتلقاو بزاف. كاينه هاد لافورم الكاريه هذه كيف كتشوفوا فورما كاريه، هذا تبارك الله راه كيهز والايد ديالو نحاول نقرب لكم فيها الديطاي هذا من تحت. ها هو عندنا فيه هذا الشكل هذا السامبل، وعندنا فيه حتى هذا الشكل هذا اللي كيجي هكا يعني مشرط كيف كنقولوا. فوالا هادو كيف قلت لكم راه كيبداو من 100 درهم، كاين ديال 130 درهم بحال هاد القياسات هادو، والكبار كاع ب 150 درهم. كاين هاد الموديل هذا اللي كيجي على على شكل مقراج، فيه هاد الديده من هنايا ولكن هو يعني براق او براد ديال لي تيزان، حتى هو هذا كيدير 130 درهم. فوالا كنحاول نشوف اشنو باقي. هاد لي شوندولي هادو راه ما بقاوش، هذا الموديل الوحيد اللي بقى عندنا. بالنسبه للناس اللي كانوا باغيين لي بابيون راه باقا فيهم واحد لا كونتيتي، ها هما كاينين كيمشيو دو بياس ب 60 درهم. ها هما كاين الشاليمو حتى هو متوفر عندنا في محل الصحراوي بلا فوق من الكبيره ديالو، هذا راه مجلج ماشي المسبوخ. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا على حساب الباك ديال المباخره، هذا كيجي الشكل ديالو هكا زوين في البلاطو. هاد المباخره هادي راه متوفره عندنا وريتها لكم في الاول ديال اللايف، هادو ديال الفاخر وديال البخور حتى هما متوفرين، كاين في لافورم الصغيره ولا فورم الكبيره ديالو. هاد لي بانس هادو حتى هما كاينين عندنا، وحتى هاد لي بلاطو هادو اللي بغا هكا لي بلاطو فاش يدير المباخره ديالو راهم كاينين. كاين اوسي حتى لي ديفيزور هادو كيجيو هكا على شكل فواحات كنقدروا نديرو فيهم الماء من الداخل، كيتبرونشاو بالبريز وكنقدروا نبروغراميوها يعني كنديروا ساعه 3 6 سوايع كنخرجوا كنخليوها حتى كتطفى راسها. لافونتاج ديالها هي انها يعني كتعطر لينا الجو وكتعقم لينا او ميم طون، وكيجي الشكل ديالها زوين. هادو كيبقاو تبدلوا فيهم الضوا وكنقدروا نديروا فيها يعني لاغوم ديال الريحه اللي بغينا. بالنسبه للزيوت الاساسيه راه تيكونوا متوفرين عندنا حتى هما يعني كاينين بجميع الريحات، تيكون العود تيكون المسك تيكون العنبر الياسمين الفاني عطا الله تبارك الله ما شاء الله. حاجه اخرى غنوريكم هما هاد الثيافر هادو اللي تبارك الله ما شاء الله يعني لقى واحد الاستحسان كثير، ما بقاش فيهم صراحه بزاف بحال دابا هذا بقى فيه غير واحد.
هذا باقي فيه سهو واحد، هادو راه صيفطناهم يعني تبارك الله المدن. تحيه للناس ديال المدن المغربيه كاملين اللي تواصلوا معنا هكا باش يدوزوا لا كوموند ديالهم. شكرا بزاف على الثقه ديالكم، وكنتمنوا ان شاء الله اننا دائما نكونوا عند حسن الظن ديالكم. هذا كيف قلت لكم باقي فيه واحد، كيمشي هكا 3 بياس على حساب التمر، على حساب الفاكيه، على حساب لي ماكارون ولي غاطو. خداتو عندنا واحد السيده دارتو في البيفي ديال الزياده ديالها، على سلامتها كنقول لها مبروك الزياده من هنايا، راه متبعه وفيه ديال المحل الصحراوي. وكيجي الشكيل ديالهم زوين، تقدروا تحطوهم حتى في شي كوان هكا يعني باش ديروهم ديكور مثلا عندكم شي كوان في صاله بلديه، حيت هما يعني الشكيل ديالهم كيجي بلدي بواحد اللمسه روميه اللي هي خفيفه. كاين هذا الموديل، هذا فيهم هذا الموديل، وفيهم حتى هذا اللي كيجي هكا يعني برجيله، كيجي الشكيل ديالو هكا شويه طالع. فوالا هادو هما شكيلات. عندنا واحد لابواط كلينكس فيها واحد لابخوموسيون زوينه بغيت نوريها لكم، يعني يستافدو منها الناس. ولا بليتو كاينين جوج ديال لابواط، كاينه هادي اللي كتجي على شكل رونجمون فيها هاد رجيلات هادي اوندوغي، وهنا كان كاين فيها بلاصه كلينكس، وفيها هنايا فين نقدروا نديرو هكا التليفون، نديرو هكا لي بانسو ديال الماكياج بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروها في لا شومب اكوشي، نقدروا نديرو فيها التيليكوموند ونحطوها هكا في شي سيجور. هادي فيها واحد الثمن زوين اللي هو 80 درهم، يعني الثمن مناسب مقارنه مع الكاليتي ديالها. وكاين حتى هادي حتى هي كانت فيها واحد لابرومو اللي غنخليوها واخا كنا حيدناها دابا غنرجعوها، اللي هي 49 درهم. هادي اون بلاستيك وفيها هاد الغلاقه هادي في البامبو، يعني شكيل ديالها زوين. بواط كلينكس ب 49 درهم. الناس اللي ما استافدوش من لابروموسيون المره اللي فاتت، هادي هي الفرصه ديالكم. فوالا تورينا شي مع هاد البالا والموس على حساب الكاطو. كاين هادو الناس اللي كيبغيو هكا شي بالا وموس تكون في الدوغي، يعني في لو تيم دابا تبارك الله شي ديال الدوغي ولا دارج على الموضه، كيبغيو بالا وموس دوغي. كاين هاد الموديل هذا كيجي تبارك الله سامبل، فيه هاد الاختطاش هكا جاي حلو انيق وسامبل، ما فيهش قوه الزواق قوه سميتو، في نفس الوقت كيجي زعما مناسب لاي طبيسلات كيف ما كانوا، كانوا مشارجين، كانوا سامبل، كانوا كيف ما كيجي اسورتي. وهادو راه سميتو ديالهم انوكسيدابل، يعني حاجه مزيانه، فيهم هاد الزواقه هادي. انا غنبدل لكم الزواقات الاخرى اللي بقاو فيهم. كيف قلت لكم تبارك الله دائما كاين كاين لو شو، ما عمركم ما غتلقاو ارتيكل فيه حاجه وحده، اي حاجه فيهم هاد الزواقه. بقات فيهم هاد الزواقه هادي اللي على شكل ديكور. هادي هي هذاك الموديل الاول زوين، وهذا حتى هو حلو. المهم اللي عجبته اي حاجه يدير ليها سكرين. الناس اللي كيبغيو شي حاجه شويه فيها لي زيستخاص وتكون يعني عاطيه العين شويه، كاين هادو فيهم هاد الديتاي، تاهما تيجيوش تبارك الله يعني كلاس زوينين وتقيقلين، يعني تبارك الله ما شاء الله راه الكاليتي ديالهم زعما بقالهم زوينين بقالهم. هذا راه فيه جوج لوينات، هو فيه الارجونتي وفيه الدوغي. الناس ديال الارجونتي راه ما نسيناكمش، عارفين حتى الارجونتي، حيت بزاف الناس كيقولوا دائما الارجونتي ما كتجيبوش بزاف، حنا كنحاولوا ما امكن فيما نلقاو الارجونتي يعني كنوفروا ليكم. بالنسبه لهذا ديال الاير فراير اللي كيسولوا عليه بزاف ديال الناس، راه متوفر في محل الصحراوي. هذا اللي كيجي هكا يعني اون بابي سولفيريزي، راه فيه بزاف ديال لي بيس، تقريبا واحد 50 بياسه كتكون فيه. هذا راه كاين في لافورم الدايره، وكاين حتى في لافورم الكاريه ديالو. فوالا يعني نحاول ما نطولش عليكم في هذا اللايف، تقريبا يعني كان الموضوع الرئيسي هما القراعي ديال الزيت، وحاول نعطيكم واحد النبذه اون جينيرال على هذا الشيء ديال لا ديكو. تبارك الله ما شاء الله راه كاين بزاف، كل مره كيبان لنا ارتيكل. كاين هذا اللي تا هو يعني كان بروموسيون خليناها حيت الناس قالوا نزلونا في لا بروموسيون، بزاف الناس استافدوا منهم. كيجي الشكيل ديالو هكا زوين، كنقدروا نديروا فيهم بزاف د الحويجات، نحضروا الطبيره ديال الفطور الكوتي، يعني الناس كيبغيو شي حاجه هكا اللي تكون بالغطاء، كنديروا فيها لا كونفيتور الزبده العسل الزيتون، ولكن كنغطيوها او ميم طون. هادو يعني كتقدروا تاخذوا لا فورم كاريه اولا لا فورم الدايره ديالو. كيجيو حتى على حسب المملحات، يعني فاش ما درتو كيجي. بالنسبه للثمن راه كانوا ب 40 درهم، دابا كيبقاو ب 30 درهم، يعني تاخذوا 4 6 8 العدد اللي بغيتو راه كتاخذوا. أباغ هادشي كامل ديال لا ديكو، بالنسبه للناس اللي كيسولوا محل الصحراوي اشنو فيه، يعني الناس اللي اول مره كيطلع عليهم المحل، محل الصحراوي فيه بزاف ديال لي تخيك اللي من ضمنهم العطريه بجميع الاشكال ديالها. كاين هاد لي لوج ديال السيليكون يعني بلي فورم ديالهم كاملين، هذوك اللي فيهم الماس اللي فيهم القراضه. صعيب باش ندوزو كلشي في يعني فيديو واحد، انا كنعطيكم غير نبدا اون بغيف. كاينين لي هاشوار بلا كاليتي الطوب ديالها، يعني احسن ما كاين في السوق. لي اكسسوار ديال الحمام، المرايات بجميع الشكيلات ديالهم، لي طابي ديال الحمام اوسي، يعني كاين تبارك الله كاينين الكويسات
يعني الهوت كام المويان كام اللي بغيتو غتلقاو، يعني شي حاجه توب توب توب. البريردات كاينين، المقارش، لي كاسخول، لي لانش بوكس، هما يعني موجودين ومتوفرين. اي حاجه بغيتوها يعني بواحد الجوده اللي هي زوينه غتلقاوها في محل صحراوي. البريرات ديال ضيافه اوسي راهم تيكونوا عندنا بجميع الشكيلات ديالهم. بالنسبه للناس شيماء اللي كيقولوا لنا فين عندكم، فين كتحطوا لي موديل، كيبغيو يدخلوا مثلا لاباج فيسبوك، بيسكو حنايا دابا لايف مباشره على الفيسبوك، ما كيعرفوش فين يدخلوا هكا باش يشوفوا لي زارتيكل اللي عندنا. دونك الناس اللي كيبغيو يسميتو ديجا راه عندهم لاباج، يعني اللي ديجا يعني مدير جيم لاباج راه كيطلع ليه الجديد وكيطلع يعني خاصهم دابا غادي يتابوناو في لاباج هكا باش يبقى يطلع ليهم الجديد. ابوناو في لاباج هذه اول حاجه، غادي يطلع ليهم هاد لاباغ هادي، غادي يلقاو هنايا بلوس، غادي يلقاو فوتو غادي يبركو عليها، غادي يطلعوا ليهم ها هما توت لي فوتو، ها هما لي زارتيكل كاملين اللي عندنا في المحل، راه كنحاول نحطوهم هنايا ها هما. لقينا دي فوتو هكذا يعني كيكونوا زوينين عاطين العين كنحطوهم، سينو كنعاودو حنا ناخذو لكم دي فوتو بروفيسيونيل، يعني بحال ما نوش بقى الله مصورين هنا وسط المحل. كتالوج ديال المحل كله كاين هنايا، كاين هنايا ها هما هادشي كلشي لي برودوي كاملين اللي عندنا هنايا، ها هما لي طابي ابسوربونت، لي طابي هادو غازو ديال دخلت الباب، لي بواط لينات، لي طابي سال دو بان، لي طابي كولوار، لي طابي كويزين، يعني حاولوا غير تدخلوا هكا لاباج. كيف قالت لكم شيماء اول حاجه هي ضروري ديروا هكا يعني تابوناو في لاباج، ديروا سابوني وديروا جيم باش يبقى يطلع لكم دائما الجديد. من بعد كتدخلوا لهذيك البلاصه فين وراتكم فوتو، وراه كيطلع لكم الكتالوج ديال محل صحراوي كامل هكا، يعني باش تشوفوا لي زارتيكل اللي بغيتو. واحد القضيه الله يخليك اسماء غادي نشير ليها، بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا هكذا في اللايف وبغاو مثلا يكومونديو، حنا كنديروا واحد زعما واحد المجهود على قبلكم نتوما، الا جات على خاطركم ديروا واحد ليفور صغير على وديتنا. دونك ها نتوما اللي شاف مثلا ارتيكل باغ اكزومبل، مثلا غندير الصوره في شي ارتيكل فوالا، مثلا كيف وراتكم دابا اسماء، ها هو غادي يطلع لينا البريريد مثلا، حنا شفنا هذا البراد عجبنا، غادي نحاولوا نديروا ليه سكرين فوالا فوالا، كناخذوا السكرين ديال هاد سميتو وكنصيفطوا مثلا نمره الواتساب اللي قالت لكم اسماء اللي خاصه بليكوموند، فوالا خاصه بليكوموند، كنصيفطوا عافاك البخي ديال هاد لارتيكل، ولا بعافاك بغيت هاد لارتيكل هكا باش كتسهل عليكم نتوما، كتسهل علينا حنايا الخدمه. ملي كيدخلوا عندنا الناس من اللايف، يعني تبارك الله اللايف كنبينوا فيه اكثر من واحد 50 ارتيكل، تقول لك الكليونت ولا الكليانت يقول لك اودي الثمن ديال اش، كنقول لها فهمتي ديال اي ارتيكل بغيتي، خاصني نضطر نصيفط واحد مثلا 50 ولا 60 صوره، وما يمكنش نصورهم كاملين بقى وحده، ما يمكنش الوغ يعني كل فيديو تيكون داخل في العدد ديال لما كنجيو نصوروا حاجه كنلقاو يعني جا اريفاج اخر. دونك حبذا الا جات على خاطركم ديروا هاد السكرين هكذا وتصيفطوا لنا مثلا هاد لارتيكل هذا وهذا وهذا، وبيان سور حنا الا كان في ستوك وكان باقي ديسبونيبل راه مرحبا على الراس منكم ان شاء الله. الوغ كيف انا نعاود نذكر بالنسبه للناس اللي يعني عارفين المحل الصحراوي فين جا، فكنقول لكم مرحبا بكم، يعني اللوغو ديال الصحراوي هو هذا صحراوي هوم، مرحبا بكم في محل صحراوي. المحل الوحيد اللي كاين في قريعه تابع لينا هو هذا، يعني محل صحراوي منين تجيو غتسولوا على يعني الرقم 208، محل صحراوي اللي فيه البنات اللي كيديروا اللايف. انا غنحاول نعطيكم هكا البانو من على برا كيفاش كيبان، باش يعني الناس اللي غايجيو ما عندكم فين تلفوا، حيت يعني كاينين شي ناس الله يهديهم كيجيو الناس يسولوا على المحل تيقولوا لهم محل صحراوي هو هذا، الوغ المحل الوحيد اللي تابع لينا هو هذا اللي حنا فيه. ها هو الاواني المنزليه الراقيه، البانو راه باين ما عندكم فين تهدروا، ها هو البانو هكا كيشعل بالضو، والغوبير اللي غايجيكم ساهل، حنا جينا اون فاس مع طابي الفاسي فوالا، يعني هكا يعني ديروا سكرين باش يجيكم ساهل. هذه هي الزنقه اللي كتهبط عند مالي البال مباشره، والمحل ديالنا هو هذا الرقم 208 هكا، باش يعني تجيو نيشان ما عندكم فين تلفو. الناس اللي ماشي في كازا او الناس اللي كاينين في كازا وكيتعذر عليهم باش يجيو المحل، غتواصلوا معنا مباشره في الرقم ديال الواتساب خاص بلي كوموند اللي هو ديال شيماء، انا غنوريه لكم. ها هي لا كارت فيزيت، ديروا السكرين، الرقم هو 06 98 13 85 04، هذا هو الرقم الوحيد الخاص بلي كوموند هكا باش كونفيرميو لا كوموند ديالكم. حنا كنجمعوا لكم السلعه ديالكم وكنصيفطوها لكم حتى لباب الدار في امان الله وحفظه. الوغ كان هذا هو اللايف ديال اليوم اللي كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، شكرا بزاف على التتبع الطيب ديالكم، شكرا على لي جيم، على البارطاج ديالكم، شكرا على الثقه اللي كديروا فينا، الله يخطيكم والله يكبر بكم. كانت معكم اسماء وشيماء مباشره من محل صحراوي بسوق القريعه، خليتكم على خير، السلام عليكم.